قال رحمه الله: الثامن الدوران الوجودي ويسمى الطرد، وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضل، والاقتران في انتفى الوصف حضل، في انتفى الوصف حضل، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات، ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه، والعشوة والدوران العدمي ليس بمثلك لتلك، فاعلم أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى، وما لدى الوجود إثره اقتفاء. في هذا النوع الثامن يتطرق الناظم رحمه الله لبيان مسلك آخر من مسالك العلة على ما يعتبره البعض، وإلا فإن اعتبار هذه الأنواع مسالك حقيقية للعلة هناك خلاف بين العلماء في اعتبارها مسالك، خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالدوران كما تقدم آنفا اختلفوا في اعتباره حجة وفي إفادته للعلية، ومذهب الأكثرين أنه سند وحجة. أما الطرد فهو الملازمة في الثبوت، كما قال هنا رحمه الله: وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضر. وجود حكم أي أن يوجد الحكم متى وجد الوصف، متى حصل الوصف يحصل الحكم. تقدم معنا في الدوران أن الاقتران يكون في الجانبين، في الجانب الوجودي والعدمي، أما هنا فيكون الاقتران في جانب واحد فقط وهو الجانب الوجودي، فيوجد الحكم متى وجد الوصف. أما إذا انتفى الوصف لا يلزم ولا يترتب على ذلك انتفاء الحكم. قال رحمه الله: وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضر، أي اقتران الحكم بالوصف أن يكون مقترنين من حيث العدم، بحيث إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، هذا منحظر وممتنع. إذن العبرة هنا بجانب واحد فقط وهو جانب الطرد، أي الملازمة في الثبوت. أما في النفي فلا عبرة بالتلازم هناك. قال رحمه الله: والاقتران في انتفى الوصف إن حضل أي امتنع، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات، أي من دون أن يكون هناك تناسب، من دون أن تكون مناسبة بين الوصف والحكم. فإذا كانت بينهما مناسبة فهذا ينتقل إلى قياس العلة، حيث يكون الوصف مناسبا لهذا الحكم فينتقل إلى قياس العلة. وإذا كانت المناسبة تبعية، أي الوصف ليس مناسبا بذاته وإنما هو مناسب بالتبع كما شرحنا قبل في الشبه، فحينئذ ننتقل إلى قياس الشبه، فنقول إن هذا هو قياس الشبه. ولكن إذا لم يكن هناك لا تناسب بالذات ولا تناسب بالتبع فهذا الذي سموه فردا. ولكن إذا تأملنا قليلا، قبل قليل في الدوران قالوا إنه يشترط أن تكون هناك مناسبة بين الوصف والحكم، أو أن يكون الوصف مناسبا أو محتملا للمناسبة لكي يكون الدوران حجة. إذن الدوران أقوى من حيث التلازم في النفي والإثبات، وهذا الطرد فقط يوجد هناك تلازم من جانب واحد وهو جانب الوجود، ومع ذلك لم يشترطوا المناسبة، قالوا ولم يكن تناسب بالذات أو تبع. إذن لا تناسب، ليست هناك مناسبة، لم يشترط المناسبة في الطرد، مع أن الطرد أضعف. فهذا يوحي إلى أن اعتبار الدوران مسلكا واشتراط المناسبة هناك هذا يحتاج إلى إعادة نظر، وإلا فالطرد كان أولى باشتراط المناسبة لكون التلازم فيه من جانب واحد فقط. قال رحمه الله: ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات، أي لدى أهل العلم الموثوقين في هذا المجال.
ولم يكن تناسب للذات وتبع فيه لدى الثقات. ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه. ورده أي رد هذا المسلك، رد اعتباره مسلكا من مسالك العلة وطريقا من الطرق الدالة على علية الوصف، رد ذلك النقل عن الصحابة. فالمنقول عن الصحابة والمسموع عنهم أنهم يعتبرون فقط الوصف المناسب بذاته، فالوصف المناسب هو الذي يعتبرونه للعلية. أما الوصف الذي لا مناسبة فيه لا بالذات ولا بالتبع، فمثل هذا الوصف لم ينقل عنهم ولم يعهد عنهم اعتباره من العلل. قال رحمه الله: ورده النقل عن الصحابة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم حسب المنقول عنهم لا يقولون بمسلك الطرد أي الدوران الوجودي، وكذلك أكثر الرسوليين رحمهم الله لا يرون الطرد مسلكا أي الملازمة في الثبوت فقط، لا يعتبرون هذا مسلكا، وإن كان كثير منهم يعتبر الدوران مسلكا لكن في الطرد لا، إنما قلة فقط هم الذين يعتبرون الطرد مسلكا. ورده النقل عن الصحابة. ومن رأى أي ومن رأى حجية مسلك الطرد الدوران الوجودي، رأى أنه طريق من الطرق الدالة على علية الوصف، ومن رأى ذلك بالأصل قد أجابه أي يجيب ويرد على الذين ينفون حجية الطرد، يجيبهم بالأصل فيقول: لما رأينا هذا الحكم ملازما ومقارنا لهذا الوصف في جانب الثبوت، حينئذ نقول إن هذا الوصف علة لهذا الحكم، نظرا لاقترانهما في جانب الوجود، لأن هذا هو الأصل عندهم كما ذكروا هنا. يقول الأصل أن هذا الاقتران يفيد العلية حتى ننفي التعبد، فالتعليل رأوا أنه هو الأصل نظرا لوجود هذه المقارنة، فالتعليل هو الأصل، فنعتبر التعليل متى أمكن، فنقول بالتعليل كيفما أمكننا القول به. ولما كان هذا الاقتران يفيد أو يوحي بأن الحكم معلق على هذه العلة أو على هذا الوصف، نقول إنه مسلك صحيح أي الطرد مسلك صحيح، لأن الأصل اعتبار التعليل متى أمكن دفعا ونفيا للتعبد. فهناك مسائل تعبدية لا نقول فيها بالتعليل، إذا جئنا في عدد ركعات الصلوات هذه أمور تعبدية لا نعلل فيها، إذن يقول الأصل التعليل، لكن إذا وجدنا دليلا أو شيئا خارجا عن عقولنا فإننا نقول بالتعبد، أما بدون ذلك فإن الأصل التعليل، لا سيما مع وجود هذا الاقتران وهذه المقارنة في الثبوت. ومن رأى بالأصل قد أجابه، مع أن القول الصحيح والعلم عند الله هو قول الأكثرين في أن الطرد ليس مسلكا ولا يفيد علية الوصف. قال رحمه الله: والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فعلن. والعكس أي عكس الطرد، إذا أردت أيضا تقول والمسمى بالعكس وهو أيضا الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك أي للعلة فعلن. إذن عندنا في الدوران الوجودي والعدمي قال ويسمى بالطرد والعكس، الطرد والعكس. إذن العكس وحده هو الملازمة في الانتفاء، والعكس وهو الدوران العدمي أي العكس حينما يكون الحكم منتفيا بانتفاء هذا الوصف فقط، أما من حيث الوجود فقد نجد الوصف ولا نجد الحكم، وقد نجده ولكن العبرة هنا فقط بجانب الانتفاء، فحينئذ يقول العكس أي انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، إذا كان هذا فقط فإننا لا نعده مسلكا، وإن كنا نعد جانب الوجود مسلكا إلا أن الجانب العدمي لا نعتبره مسلكا. والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك أي للعلة فعلم. وما هو هذا العكس؟ ما هو الدوران العدمي؟ قال رحمه الله: أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى، وما لدى الوجود إثره اقتفى.
أي أن ينتفي الحكم كل ما انتفى الوصف وما لدى الوجود، ولكن من حيث الوجود لا نجد اختفاء واتباعا للحكم للعلة، أي الحكم لا يتبع هذا الوصف من جانب الوجود وإنما يتبعه فقط من جانب العدم، فمتى انتفى الوصف انتفى الحكم، ولكن من حيث الوجود لا يلزم من وجود الوصف وجود الحكم. لو قلنا مثلا العلة في الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح والتمر والملح، قلنا العلة هناك هي الطعم، هي كونها مطعومة، إذن فالطعم هنا هو العلة حسب قولنا، فنقول متى انتفى الطعم انتفى الربا، متى انتفى الطعم انتفى الحكم، انتفى وصف الطعم فانتفى حكم الربا. ولكن لا يلزم من وجود الطعم وجود الربا، لأننا نجد مطعومات لا جريان للربا فيها، إذا جئنا في الحلويات التي تباع، إذا جئنا في البسكوتات وهذه الأمور الصغيرة، هذه تؤكل وتطعم ومع ذلك لا يجري فيها الربا، فنحن عللنا فقط وقلنا الطعم هي العلة، فحيثما انتفى الطعم انتفى الربا، ولكن لا يلزم من وجود الطعم وجود الربا. هذا في الواقع ليس بمثلث، لا نستطيع أن نثبت علية بهذا النحو وعلى هذا النمط، هذا الذي قال لأجله هنا رحمه الله والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمثلث لتلك فعلني. إذا نظرنا فقط إلى جانب الانتفاع حيث إن هذا إذا لم ينادى بهذا الاسم لا يغضب، وإذا نودي به يغضب أو لا يغضب، ولكن نحن رأينا فقط أنه إذا نودي إذا لم ينادى بأي اسم فإنه لا يغضب، لا نقول عدم مناداته بهذا الاسم علة لعدم غضبه، لا نقول ذلك، أنه قد لا يكون غضبان لأمور أخرى ليس هناك داع لأن يغضب، فكوننا نقول لأننا لم ننابه باسم معين أو لم نلقب بلقب معين فلذلك هو غير غاضب، لا، الأمر لا يمشي كذلك، لأنه قد لا يغضب لأشياء أخرى كثيرة. فهذا الذي أراد أن ننبه هنا رحمه الله بقوله والعكس ليس بمسلك لتلك. إذن الدوران الوجودي والعدمي هذا مسلك عند الأكثرين، والدوران الوجودي فقط مسلك عند الأقل، أما الدوران العدمي فقط فليس بمسلك لاتفاقهم، هذا الذي ذكره هنا رحمه الله والله تعالى.